ميديا ساعة ونص تأخير، شو هالمسخرة هاي؟ بصراحة أنا ما كنت بدي أجي نيفر، بس ما قدرت، قلت لازم أشوفك ضروري. أها، نسياني أنه عندك موعد فوتو سيشن، ما؟ لا، مالي نسياني. مالك نسياني؟ لا. شو عم تعمل أنت واقف مثل الشجرة؟ طلع برا! لك اطلع برا! بحب بلغك انه فركشنا. ايه بسيطة ايزي، ولا قلك اقل من ايزي. يا عيبي شو ما عليك يا انسي ميديا، شو هي اقل من ايزي؟ وحياتك ما عاد يفرق معي شي. نيفر. انت شو شرباني قبل ما تجي لهون؟ ايه شرباني كابوتشينو. كابوتشينو؟ وكابوتشينو بيخليك تحكي هيك؟ أنا لسه ما حكيت شي، الحكي كله قدام. لسه ما حكيت شي، لكن هاد شو اسمه؟ طلع برا! هذا اسمه فشة خلق، لأني مليت وطقيت وقرفت وما عاد قدران أتحمل نبر! لك أنا من أول ما إجيت على هذا المكتب، وأنت نازل فيني ترفيس! لك أنت واحد مغرور، على شو شايف حالك؟ على شو؟ لك مو بس مغرور وغبي وحمار كمان! لا 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 لا، ما تعطاني أبداً! لك اطلع برا! أنا ميديا اشتغلت مع أهم مخرجين بكل الشرق الأوسط، وكلهم ما عندهم مرض الأذى مثلك. لك على شو شايف حالك؟ بس بدي أعرف على شو شايف حالك. لك هذا الحيط بيفهم بالإخراج أكثر منك. لك أنت من وين جاب شهادة الإخراج؟ من وين جاب شهادة الإخراج؟ من بيلاروسيا. مشتريها شري. بدي أقول لك كلمة أخيرة للتاريخ. لك أنت شوفير ستيدي كام كتير عليك؟ أنت عارفاني مع مين عم تحكي؟ أنا غوشي! حبيبي الزلزال ما رح يفرق بين روجيه والتحسين وكومار، رح يقشنا كلياتنا فرد قشة. أنو زلزال هاد؟ هذا الزلزال الصباحي اللي عملتي لي إياه؟ لا حبيبي، الزلزال المساء اللي رح يهد المدينة كلها فوق راسك. بعرفه على فكرة، أنت أفشل منه. لك الحق يا جمل، جيب إياها فوراً. خايفة؟ سائر، بدي اشوف امي.